يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، في يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على شاشة صدى البلد. كل سنة وانتم طيبين. سنة 2022 خلاص بتخلص وداخلين على 23. بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق وكل اللي نفسكم تحققوه واللي ما حققتوهوش في 2022 تحققوه إن شاء الله مع بداية السنة الجديدة. يمكن النهاردة كده أول يوم بنحتفل معاكم بأجواء الكريسماس ورأس السنة الجديدة إن شاء الله، واللي جاي هيبقى أحلى وهيبقى فيه حلقات حلوة جدا إن شاء الله تعجبكم. قبل اي حاجه طبعا لازم اسلم على خطيب الشريف لما يتفرجوا على الديكور مش مركزين معايا. انا منبهر والله. معلش احنا قاعدين، معلش هنقول احنا قاعدين بنتلفت يا جماعه، والله عمالين يعني مستمتعين قوي بالاجواء دي. لا ما شاء الله، لا حاجه شغل فخر يعني، حاجه كده. ازيك يا مروان، عامل ايه؟ يا اخبارك؟ عامل ايه؟ كله زي الفل؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا بيبو؟ حبيبي حبايبي منورين. انتوا منورين. هو الاستوديو اتضيق حبتين من الحاجات دي، بس ما فيش مشكله، الكراكيب دي في الاخر بتتلم بعد العيد مش مشكله يا اسماء، مش مشكله، هنشيلها بعد ان شاء الله. بس والله اجواء مبهجه كده. انا عاجبني كمان الكام تصر اللي موجودين فوق دول، بتوع العجل، عجل العربيات. ايوه عجل العربيات، عربيه الكريسماس. عربيه الكريسماس محبط. لا للغايه. لا الطاسه اللي هي هو، لا هو انت فاكره لا والله مش بيتريق، اللي هي العجله اللي هو الجن يعني. لا ولا عجله ولا بتاع، ده التلج اصلا. ده التلج. ما هو بيبقى الديزاين بتاع العجله، العجله العربيه اللي هي معمول بالتلج. انا بحاول اغطي على صاحبي باين قوي كده. ايه الرد ده؟ انت ازاي انا بحاول اغطي عليك اللي انت قلته. احنا ما شاء الله الديكور حلو والله. لا 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 في ابهار وفي العين بجد، ما تعرفش تروح فين ولا فين. مش الكورة عمالة تلعب حوالينا. ميري كريسمس و عصابات تعبت. ميري كريسمس يا رب، وسنة جديدة سعيدة علينا كلنا. بس النهاردة الغريب برضو في الموضوع مع الديكوريشن، ان نوران جاية لابسة لبس الهالوين، مش عارف ليه والله. ايوه وري وري سادة. مش هديك فرصة يا خطيب، عندي تبلد منك. انت عارف ده عشان الدفى. ايوه انتوا الاثنين دفع. ايوه ده بيبقى كم وشال في نفس الوقت. ايوه الله ينور عليك. تعمل كده وانت سعان. انا احنا على قدنا، على الله حكايتنا. خلينا طيب نخش في الموضوع. شيل بس اللي بيقع منك. انا عايز اشيل الورق، حد قطع عليا. طب ثواني بس عشان بس ايه، ما احنا هوا بقى، ما خلاص هنعمل ايه. احنا كل يوم جمعه في 10 دقايق يا جماعه في اول الكاميرا الخفيه، بعدين بنبدا الحلقه يعني عشان نبقى متعودين. خلاص الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا خلاص عرفوا بقى اللي فيها. الحمد لله رب العالمين. يعني يا رب ان شاء الله كده يومكم حلو وسنه سعيده يا رب ان شاء الله، ونتمنى لكم ان انتم تحققوا كل اللي انتم عايزينه في السنه الجديده. خلينا نبدا حلقتنا كده من الاخر للاول، وفي اخر الحلقه هيكون معانا الفقره الدينيه مع يوسف عادل اللي بيقدمها زميلي شريف بديع. تسلم والله، كتر خيرك. شكرا جدا والله. ايه رايك؟ ايه رايك؟ ايه رايك؟ طيب يا جماعه، من ضمن برضو الفقرات اللي معانا النهارده، زي ما حضراتكم عارفين ان احنا ممكن في اخر فتره بدانا نشوف انواع رياضات جديده، او ممكن تكون هي مش جديده لكن بدات ان هي تكون منتشره وواخده صدى واسع جدا في مصر والوطن العربي والعالم كله. والرياضه دي اللي احنا ممكن نتكلم مع فيها النهارده من ضمن فقراتنا هي رياضة الشوت بوكس، ويمكن كمان هنعرف من بطلها مصطفى طارق والمدرب منتخب المواي تاي عزت أحمد. من ضمن فقراتنا النهاردة هنعرف منهم كل تفاصيل كمان عن المواي تاي والشوت بوكس. تابعونا.